السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى دائما من كل قلبي أن تكونوا بصحة جيدة وبعافية، ونتمنى كذلك دائما من الله سبحانه تعالى عز وجل أن يبعد عنا الآفات، وبالخصوص جائحة وباء كورونا الكابوس الشبح الذي أرعب العالم بأكمله لمدة طويلة، ويوميا نسمع أخبار جد سيئة. اليوم عندنا الجو شوية وخا، يعني كاين الشمس، يعني كاين شوية ديال الريح، يمكن كاين درجة الحرارة زائد 9 ولا 8. جيت لهاد جزيرة صغيرة سميتها وترانساريت، تقع في واحد الموقع جد جد جميل كما كتشوفوا. سبحان الخالق عز وجل في خلقه، الله سبحانه وتعالى أبدع في الطبيعة، أبدع في الأرض، في المياه، في الجو، في كل شيء، في الجبال، إنه على كل شيء قدير. نط الصباح غير بغيت جيت هذا المكان هذا لأنني اشتريت واحد الكاميرا كانون، ها هي، بغيت ندير واحد التجريب عن أخذ الصور والفيديوهات، يعني بهذه الكاميرا هذه كانون اللي شريتها بواحد الثمن، يعني ماشي غالي بزاف. قلت نجي هنا ناخذ بعض الصور والفيديوهات وندير المونتاج يعني بالاورديناتور، اما الاورديناتور ديسكتوب ولا كيسميوه الكمبيوتر لابتوب. النوعيه ديال كانون يعني نوعيه جد جيده، يعني من الصنع ديال اليابان، ولكن الكاميرا شريتها بواحد الثمن اللي مزيان، يعني ماشي غاليه بزاف. نط الصباح فطرت وقلت نجي هنا باش ندير واحد يعني نجرب تصوير وندير فيديوهات وندير المونتاج، يعني الايديتين نديرها في الكمبيوتر ولا في الديسكتوب. عندنا الجو جد جميل، يعني قبل ما يدخل فصل الشتاء، يعني ما حد كاين شويه ديال الشمس، الانسان يستغل الفرصه باش يبقى ياخذ الصور والفيديوهات. من هذا المنبر الجميل والطبيعه الخلابه والهواء النقي الغير ملوث، كنتمنى لكم يوما سعيدا. تحياتي من وينسو شرق فنلندا، مع السلامه.